是是是 اهلا وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى. نحن اليوم على موعد مع مباراه قويه اخر اللمسات قبل ضربه البدايه. سنتابع معا احداث مباراه بلجيكا ضد المغرب احييكم انا رؤوف خليف في مهمه التعليق على مباراه اليوم. والان well,

وركله البدايه توزيع ناحيه اليمين ويبعدون الكره كره طوليه في المساحه الخاليه تدخل مثالي رغم الخطورة ووجود الكرة في المنطقة لكنه قطعها بشكل مثالي يرسلها إلى قلب المنطقة شوف يا سلام هدف ولا في الأحلام توزيع رائعة إلى المنطقة سارت الأمر عليه كثيراً المغرب هو صاحب الضربة الأولى أزار ألدرفيلد. فيرتونجن نيلو رمي التماس وتخرج الكرة إلى رمي التماس إنه من اللاعبين الذين يحبون مواجهة المدافعين والتفوق عليهم هذا هو المتوقع يلعب إلى منطقة الجزاء تصدي ممتاز للكرة كان هذا في غاية الروعة وكأنه لا يحق له الاقتراب من هناك يا له من إنقاذ متميز صد الدفاع يحاول فك دفاعات المنافس كانت قريبة للغاية لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب فيتسل توزيع على الرواق ستذهب الكرة إليه كرة قوية نحو الشباك يقوم بالتصويب هذه فرصته أذاع لكنها كانت قريبة للغاية بالهندا حاول ان يلعب بينيه ولكن لم تصل الى زميله في الفريق كومباني فاصل من التمريرات الجميله ينجح الفريق في التقدم في بدايه الشوط الاول من المباراه هزار عدت الكره وبش يسجلوها ينطلق نحو الخط الامامي ينطلق انطلاقه غداره وحده وحده لكنه قادر على اذاقه الخصم المراره وكره ملعوبه الى الامام بسرعه يحاول لعب كره بينيه غداره لا يمكنه اهدارها من هنا انقذ الحارس الكره بصورة جيده لم يكن هذا تصدي عادي قام بعمل لحماية مرمية رائع لحمايه مرماه رائع يرسل أرضية أرضية تسديدة قوية أقل ما يقال عنها أنها خارج المرمى تماما أظن أن اللمسة الأولى لم تساعده جعلت الأمر صعبا ولم يتمكن من التسجيل يلعب تمريرة مرفوعة يبحث عن زميل للمساندة وتلعب أرضية أخرى لا لا لم يكن التحكم ناجحا في النهاية كاد أن يهز الشباك مجددا ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق إنه كالجوكر فيتسل ضغط قوي وينجح في استعادتها والكرة منعوبة إلى الأمام وأرسلوا الكرة بعيدا افتكاك مميز خلصهم من الخطر فيتسل بلجيكا يستحوذ على الكرة بدون خطورة غير قادر على توصيل الكرة إلى الأمام المغرب هز الشباك في غضون أول عشر دقائق المغرب يتقدم بهدف نظيف لوكاكو يلعب كرة بينية يمنع القائم الكرة إن لم يحالفه الحظ في التسجيل من هذه الكرة إن لم يحالفه الحظ في الكرة البينية ألدر فيرل كرة طولية من الحارس خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها ديبرين تغيير اللاعب على الرواق هذه كره في اتجاه الشبكه ويحرزون الهدف بطريقه ولا اجمل اصبح الفارق مريحا الان بتقدمهم بفارق هدفين جول جول توزيع رائعه وجدت النهايه الاروع النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء يلعب كرة إلى اليسار بن عطية صمام الأمان يقطع الكرة بكل امتنان كرة جميلة الدفاع في المكان لإبعاد الكرة أزار تمريرات متتاليه من النوع المحبب للجمهور تدخل عنيف المخالفه صحيحه كره طويله في اسوا صوره يحاول تمريرها عبر الدفاع يبحث عن زميله يحاول ان يلعبها بينيه يلعبها بينيه ارضيه كانت الخطوره قويه لكنه واجهها بشكل رائع من سيستلم هذه التمريره التوليه فيرتونغن عرقة لا تستوجب احتساب المخالفة يحاول فك دفاعات المنافس انقاذ بارع تصرف رائع منه هناك هذا تسدي مودهش للكرة كرة طولية إلى الأمام آزار يلعبها للأمام. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يحاول لعب كرة بينية غدارة. في وضعية صحيحة. تحرك في توقيت مثالي لضرب التسلل. اندفع الى هناك تدخل قوي لكنه شرعي الاحمدي يوزع كره على الاطراف نهايه 45 دقيقه اولى النتيجه في صالحهم بهدفين للسفر نستانف المباراه بركله البدايه للشوط الثاني فرصه قائمه للتسجيل وكانه اعفاء مؤقت من العقوبه بيتسل يحاول ان يلعبها بينيه يلعبها بينيه ارضيه تسدي جميل من الحارس لم يخاطر على الاطلاق العرضيه ولكنها ضائعه ضغط قوي وينجح في استعادتها كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطا لم يكن بعيدا هو كالكابوس لاي دفاع وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكره كلها مهارات يتميز فيها كثيرا ومن الصعب جدا على اي دفاع السيطره عليه. امر الحكم بمخالفه وضربه حره. لوكاكو تفوق في المواجهه البدنيه وحصل على الكره. ازار والكره للمنطقه الاماميه كره توليا الى الامام. آزار يلعب على أقصى الرواق. بالهند. يحاول فك دفاعات المنافس. بالهند. حاول أن يلعب بينية، ولكنها لم تصل إلى زميله في الفريق. آزار. يلعب طولية. لوكاكو يحتاج إلى المساندة من زملائه ليدخل إلى المنطقة. فريرا كاراسكو. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ لوكاكو يلعبها ارضيه ليس في هذه المرة بعيدا للغاية عن المرمى، غريب وعجيب ان يهدر فرصة تهديف كهذه امام المرمى، اداء مخيب في انهاء الهجمات دون ادنى شك، ضغط <متصفيق> قوي وينجح في استعادتها الكرة للأمام فيريرا كاراسكو يحاول أن يلعبها بينية كانت لتصبح في غاية الخطورة كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته أن يسجل يسعدني دائما مشاهدة لاعب كهذا في رأيي يكاد يكون من المستحيل إيقافه من الناحية المهارية الدير يلعب كره الى الامام عند وسط الملعب فيتسل يلعب كره الى الامام ازار كومباني فيتسل فاصل جميل من التمريرات تلعب الكره ناحيه اليمين مراوغة رائعة هذه كرة مر أو رأسية جميلة مرعوبه بخبرة يواصلون اللعب، وأصبح الفارق هدفا وحيدا الآن. كانت الكرة بكل الخطورة، لكنه سجل حضوره. يلعبها مرفوعة. عدت الكرة، يقوم بتصويب الكرة بقوة. الضغط متواصل للحصول على ركنية. يفعل الدفاع ما في الامكان ويبعدها الى بر الامان والان الكره ملعوبه للامام كره على الرواق اعتراض في وقت مثالي كانت الخطوره تزداد بشكل كبير ويسدد تسدي رائع من الحارس وإيقاف ممتاز للكرة تطلب القيام بذلك رد فعل مظل في رأيي أنه أظهر براعة كبيرة نعرف جميعا قدراته أظن أننا نشاهد موهبة خاصة جدا هنا لاعب يمكنه تغيير نتيجة المباراة بمفرده وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة يحاولون بناء الهجمه من الخلف. فيرتونغن فاصل من التمريرات الجميله. يحاول تمريرها عبر الدفاع. ويلعبها للجانب الاخر من الملعب. اختاروا لاعب الكره الى الخلف. ازار. كرة طولية إلى الجناح الكرة ملعوبة إلى فريرا كاراسكو ناور الجميع وتحصل على الكرة بالهندا فيتسل مخالفة صحيحة ميرتنز يحاول لعب كرة بينية غدارة كومباني يتحرك معه الكرة ماذا سيفعل الآن؟ كرة عرضية كورتوا يسيطر على الكره عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ كرة طولية إلى الأمام. يستعيدها فريرا كاراسكو. كرة على الطرف عشوائية جدا. المغرب وإمكانية التماسك للحظات قليلة من أجل تحقيق الفوز المأمول. ألدر فيرلد يلعب كرة على الجانب الأيمن لوكاكو استعد بكل ما لديه لهذه المباراة وصلت إليه ميرتنز تغيير لعب جميل يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية تحرك بشكل جميل يستغل الفرصة ويسدد كرة قوية نحو الشباك، محاولة جميلة لكن لا هدف، يحصل عليها الأحمدي الدير فيرلد يلعبها بينية أرضية، يوزع الكرة إلى المنطقة وتنطلق صافرة نهاية المباراة من يدري ماذا كان سيحدث لو استمرت المباراة لخمس دقائق اخرى كانوا متمسكين بالفوز بصورة كبيرة رغم انهم اجتازوا خسارتهم السابقة سيكون عليهم عدم الخسارة في المباراة المقبلة اذا ارادوا التأهل 何